مين يعني؟ يا نهار اسوح، ده بابا. اي ايه ده؟ انتوا متاكدين ده باباكو؟ ايوه بابانا. بس يا انا بس يا انا بس يا دي يا ابن البس بيضربوني بالطوب. انت بتتحدف ده انا بالطوب. معلش معلش بيضربوني بالطوب. معلش معلش اهدب. ماشي ايه؟ تعالى معانا تعالى. اجي معاكوا فين؟ انت مش فاكرنا؟ لا مش فاكرك. مين؟ انا سيد الشحات ابنك. سيد الشحات ابني؟ هو ده مين؟ انا فخر العرب يا رزق. قول له فخر الشحات عشان يفتكرك، مش وقت منظره. انا فخر ابنك يا رزق. فخر يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي. الله، يبقى انت سيد. حبيبي انا لسه قايل لك. تعال يا رزق. حاضر يا حبيبي حاضر. ما انا ماشي على مهله هو، انا بعمل ايه؟ اركب يلا يا رزق. اركب ايه؟ هركب ميكروباص. فين ايام زمان؟ ايام ما كنت بركب مرشيدش وشبح وعيون. فين الايام دي؟ معلش يا رزق معلش، استحمل. احنا عارفين انه مش مقامك بس استحمل. حاضر يا حبيبي. سيد انا هحصلكوا بتاكسي. ها باي باي. ماشي يا حبيبتي. باي باي. متضايق من ريحتي. فين ايام ما كنت بحط احلى برفانات واشيك برفانات من بتوع زمان؟ اولد سبايس وتلات خمسات والوان منشو. يا سلام على دي. معلش هترجع الايام دي كلها تاني ان شاء الله. معلش يا حبيبي يا ابني. طول عمرك حنين، طول عمرك حنين. الله يكرمك. وانت حبيبي. ما كفايه احضان بقى بابا، ده انا لو حاضن فسيخ ريحتها مش هتبقى عامله كده. بتتريق على ريحتي؟ فين ايام الفسيخ بتاعت زمان؟ ايام ما كنت بجيب الفسيخ من نبروك كفر الشيخ وجمصه. فين؟ ما خلاص انت حتى الفسيخ ليك معاه ذكريات. يلا بقى اركب يا رزق بقى. حاضر يا حبيبي. الله. ايه ده؟ جايب لي كيس مكرونه اكله في السكه ومخروم عشان اشفطه. فين ايام زمان؟ ايام ما كنت بجيب النص خروف اشويه واقعد اكله. شفتك يوم محني ده انا ابن ابويا، تعبك ووجعك يذبحني. ما عاش ولا كان اللي خليك يا بابا في حياتي تتحوي. ما عاش ولا كان قدامك ومداسك. لو كنت يوم قصرت سامحني يا بابا جالنا هنا البيت وقعد يهددنا وقال لنا لو ما رجعتوش الفلوس انا هقتلكوا. ايه رايك؟ لا الفراخ زي الفل، يسلم ايديكوا. فراخ ايه؟ يا حاج يا حاج، دي سبع مره نحكي لك الحكايه، انت مركز معانا ولا فين؟ يا خبر ابيض، انت طيرت قوي عن زمان. انت مين فيهم؟ مين في مين؟ مين في بناتي؟ لا دي مراتي. ياه، يعني انت مش ابني. انا ابنك ودي مراتي. انت ابني ومش متجوز بنتي. بالظبط. صدفه غريبه قوي. ممكن بقى تخلصونا من جو فوازير رمضان ده وتخلونا نشوف حل في مشكلتنا؟ والله يا ابني مشكلتكم دي عويصه وملهاش حل عندي. لو سمحتوا ما تقولوش مشكلتنا، انا ما سرقتش، انت سرقت وانت سرقت، انا ماليش ذنب خالص في الموضوع ده. ممكن تسكت خالص يا سيد؟ اتفضل يا رزق، قول لنا مشكلتنا دي عويصه ليه؟ انتوا مالكوش حل عندي، انا فلوسي خلاص بح. ضيعت كل الفلوس اللي سرقتها؟ ضيعت كل الدولارات؟ مش انا يا ابني اللي ضيعت الفلوس والدولارات، انا اتنصب عليا. نصب على مين؟ انت هتشتغلنا يا رزق؟ النسوان بقى ربنا ينتقم منهم. ليه كده يا اونكل؟
مش كنت عايزه تتعرفي على عيلتي؟ اه حماكي انكل. انا هحكي لكم الحكايه. انا اتجوزت واحده بيضة، واحده سمراء، واحده شقراء. خلاص مفيش الوان تانية في البني ادمين. ايه اتجوزت واحده لبني؟ اتجوزت ميمي. ميمي دي كانت جميله قوي، بس ما تفهموش بقى اولاد، كانت عامله لي عمل ولا سحرالي، خلتني ما اشوفش كل النسوان اللي انا متجوزهم قبليها، خلتني طلقتهم. وبعد كده قالت لي لو شايل فلوس معاك يا اخويا هاتهم، شيلهم معايا، انت مبذر واللي في ايدك مش ليك. اديتها الفلوس ومشيت وراها زي الحمار الحصاوي لحد ما الكارثه حصلت. طبعا يعني ايه هتجيلنا سالكه؟ لقيناه بالصدفه في الشارع، هيبقى معاه الفلوس مثلا؟ كمل يا عم. عم ايه اقول؟ احترم نفسك. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا بابا. ما هو عمال يقول لك يا رزق من الصبح وانت عادي. مالكش انت دعوه، ده حبيب قلبي. ميلك خدود وخدود والشنب الكميل ده، ده اللي بيسمع كلامي. تشكر يا رزق. تاخد سيجاره؟ لا 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 يسطى فيها. ميمي دي كانت مجنونه ولسعه، وكانت عايشه في زمن التسعينيات ومعرفتش تخرج منها ابدا. هدومها تسعينيات، اغانيها تسعينيات، كانت محرمه علينا نسمع اي اغاني قديمه او جديده. وفي يوم من الايام نزلت تشتري شويه حاجات، لقيت نفسي لوحدي. قوم ايه بقى؟ الشيطان وزني، رحت جاب سيديهاية لكايروكي. واو كايروكي ياه. وبعدين الشيطان شاطر بقى، ما انا لوحدي. رحت مطلع اسطوانه تانيه لشارموفرز، وطرت طرت معاهم، طرت فوق السحاب، فوق فوق شويه، ودخلت عليا وحصل الطلاق. لسعت زياده وخدت الفلوس، الفلوس راحت. لا معلش ثانيه واحده، انت عايز تقولي ان انا هتقتل عشان انت كنت بتسمع امير عيد وشارموفرز؟ لا، يبقى احنا نربطها ونحطها في شوال ونرميها تحت رجلك يا رزق، وما نفكهاش الا وهي مطلعه الفلوس بتاعتنا. مش قافش كده يا فخر، ابوك برضو ادالها الفلوس بكامل ارادته، فاحنا لازم نرجع الفلوس بس مش من السكه الشمال. امال من انهي سكه هتكتك؟ من شمال الشمال. قصدك نسرقها؟ دغوف. نقتلها؟ برضو دغوف. حيرتيني معاك يا تكتك. احنا لازم ننصب عليها، لازم نفهم دماغها ونراقبها عشان ندخل لها الدخله الصح. اهي دي اللي بنتي، مش الدغوفات اللي انا مخلفهم.